السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في فيديو جديد على قناة إلكتروسوفيان. فيديو اليوم إن شاء الله تعالى سنحاول من خلاله فتح ومحاولة إصلاح هذا الشاحن. هذا شاحن خاص بتخوتينيت 42 فولت 2 أمبير. إذا بدأ فتح الشاحن يظهر جليا أنه به مشكل ورائحة حرق، إضافة إلى هذا المنظر هنا الذي يظهر لكم، تفاحم بالكامل. لكن قبل الدخول في التفاصيل يجب أولا أن نحاول فهم لماذا يعني هذا التفاحم، ما هو السبب هذا التفاحم. إي سي الباور ها هو والمصفت ها هو، بالتالي ليس له سبب ولا هو المصفت ولا إي سي الباور. هنا يوجد فقط أطراف للمحول. إذا دققت النظر جيدا سنجد أن يعني الانفجار بين هاتين النقطتين هنا، بين هذه وهذه، بالتالي فغالبا هناك شيء ما لمس هذه مع هذه فتم هذا الانفجار. على أي سنقوم بالعملية الروتينية وهي فحص بالصافرة كخطوة أولى قبل كل شيء، ثم نتأكد من الفرضيات. إذا بسم الله، للإشارة فانفجار في هذا الجزء في هذا النوع من الشواحن هو قليل شيئا ما، أغلب الأعطال تكون في جهة الخرج. بسم الله. بالنسبة للموسفيت فهو سالم، مصفيت سالم. إذا بالنسبة للفيوز خطوة أولى، هنا الفيوز، فيوز قاطع. بالنسبة للبريدج إذن هنا دخل الأصي، هنا دخل الأصي، لاحظ هنا دخل الأصي، طرف رقم واحد أصي، طرف رقم اثنين أصي، هنا خرج دي سي وهنا خرج دي سي. دخل هذا الأصي قصر مع هذا الخرج، ودخل هذا الأصي قصر مع هذا الخرج. بالتالي فهذا مشكل في البريدج. لماذا لا نقول أن المشكل بعد البريدج؟ طبعا نحن لا نتحدث عن التفحم الآن، فقط نتحدث عن المشكل هنا. لماذا لا نقول أن القصر موجود بعد البريدج؟ لأنه إذا كان بعد البريدج يجب أن يكون قصر بين الخرج، يعني بين خرج الدي سي وخرج الدي سي، وإذا كان قبل البريدج يجب أن يكون قصر بين الأصي والأصي، لكنه الآن بين الأصي والدي سي، وبالتالي مرحلة الانتقال من الأصي إلى الدي سي هي مرحلة واحدة، هي البريدج، هي هذه القطعة. حسنا، بالنسبة لهذا الجزء هنا سنحاول تنظيفه لنرى هل هناك تأثر بالنسبة للقطع الصغيرة أم لا. هذا شكل البوردة بعد أن قمنا بتنظيفها. طبعا الآن بدأت تظهر بعض الملامح. هنا لدينا مقاومة السورس مضروبة بالكامل، ها هي هنا، ها هي متفحمة، واحد 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 متفحمة. هنا لدينا مقاومة الجيت، ها هي هنا سليمة، لا يظهر عليها التفحم. هذه هي مقاومة الجيت، هذه هنا من جيت الموسفيت أسفل المقاومات إلى إي سي التقطيع، واضح. ثم لدينا هذه المقاومات الكبيرة هنا، هي أيضا سالمة كما تلاحظون. فقط المتفحمة هنا هي هذه مقاومات السورس.
بالإضافة إلى أن المصفيت ليس مضروب. واضح؟ إذن ما الذي سنقوم به؟ سنقوم بتغيير البريدج، سنقوم بتغيير البريدج وتغيير هذه المقاومات، وسنقوم بالتجريب إن شاء الله تعالى. بعد التنظيف فكما تلاحظون الفيوز مضروب، ها هو السواد أسفله، يظهر السواد هنا أسفل الفيوز، بالتالي فالفيوز مضروب. وكما قسنا فالبريدج دايود بريدج أيضا مضروب. وبالنسبة لهذه المقاومة هنا، مقاومة السورس مضروبة ومقاومة الجيت تظهر سليمة، تظهر سليمة. مقاومة الجيت، أما مقاومة السورس فسأظهرها لكم عقب، وهي متفحمة بالكامل. هي بالنسبة لقياس المصفيت، فالمصفيت لا يظهر قصر، المصفيت لا يظهر قصر. المهم بالنسبة للمشكل، يعني أصل المشكل في هذا الشاحن أنا لا أعرف، يعني ليس هناك تحليل لما يقع. لماذا؟ أولا بالنسبة للدايود، الدايود هو قصر بين الأسي والدي سي، أسي دي سي، بالتالي فالمشكل في الدايود، في الدايود بنفسه. هذا من جهة. من جهة أخرى الفيوز منفجر على أساس أن هناك قصر، قصر أمامه، وهذا القصر لا يظهر في أي قطعة. القطعة الوحيدة هنا التي يجب أن تكون قصر هي المصفيت، المصفيت ليست قصر، المكتف الكبير ليس قصر. على أي، سأقوم بتغيير الفيوز وأقوم بتغيير البريدج ثم نقيس مرة أخرى، بعدها نمر إلى هذه الدوائر الصغيرة إن شاء الله تعالى. والضيود بعد أن قمت بإزالته، طبعا القياس عليه غالبا سيكون صفرا. بالتالي فالبوردة سليمة، يعني القصر موجود في الدايود. هذا هو الدايود الذي سأقوم بتركيبه، يعني مستعمل وأخذته من شاحن لابتوب، وهو صغير الحجم، يعمل بشكل عادي. سأقوم بتركيبه مكان الديود الآخر، سأقوم بتركيبه فقط من هنا. بالنسبة لهذه الديودات فتكون فيها هذا الخط هنا يشار إليه في البوردة كما تلاحظون هنا، هذا الخط يشار إليه هنا بمعنى يركب هكذا. بالنسبة إلي أنا نزعت هذا، بالتالي فهو كان على هذا الشكل، بمعنى هذا هو الموجب. سأحاول أن أظهر لكم، هذا هو الموجب وهذا هو السالب. أنا سأقوم بتركيب هذا، سأقوم بتركيبه هنا هكذا، سأقوم بتركيبه هنا. واضح؟ إذن الآن سأقوم بإزالة الفيوز وتغييره. لا أظن أن لدي واحد جديد، سأقوم باستعمال واحد مستعمل. هذا الفيوز سبق وشرحته مسبقا، سبق ووضعت قناة على القناة فيديو خاص بشرح الفيوزات والحروف التي تكتب عليها، تدلون رابطه أسفل الفيديو. مثل هذا الفيوز هو مضروب، لا أظن أن السواد سيظهر لكم في الكاميرا لأنه صغير شيئا ما، لكنه مضروب، وسنجد السواد أسفل منها غالبا. ها هو، واضح. إذن سأقوم بتغيير الفيوز. الآن سأقوم بالقياس، قياس خفيف ظريف. بسم الله، بدأ كان هناك قصر، ليس هناك قصر، لكن مقاومات السورس ما زالت قاطعة. بالنسبة لمقاومات السورس سأستغني عن الثلاث مكونات الصغيرة، هذه هنا
سأعوضها بمقاومة واحدة كبيرة هذه. هذه 0.056 2 واط. سأقوم بتعويضها. المقاومة الأصلية هي 1.0 1.0 1.5، بما أن أم ونصف أم ونصف أم ونصف، سأقوم بتركيب مكانها هذه 0.5. سأستغني عن هذه حتى إن تركتها وقمت بلحام المقاومة فوقها، فهذا لا يغير شيئا لأنها مضروبة مسبقا. إذا هذا هو شكل الشاحن. بعد أن قمنا بتغيير البريدج ومقاومة السورس، ووجدت أيضا الفيوز وقمت بتغييره، وبهذا تكون القطع التي قمنا بتغييرها هي كالآتي. ها هي هنا ثلاث مقاومات للسورس متفاحمة، بريدج وفيوز. هذه هي المكونات الثلاث التي قمنا بتغييرها، بالمجموع 5 قطع. 5 قطع قمنا بتعويضها ببريدج من نفس الشكل، مقاومة بشكل مغاير، وفيوز من نفس الشكل. لباقي المقاومات ولو أن تظهر عليها يعني بعض السواد، سنقوم بفحص روتيني لها قياس المقاومة على الصافرة. بسم الله. سنرى بعض المقاومات. سنأخذ مثلا هذه هنا 10 أم. سنحاول إظهار الميتيمتر في نفس الوقت هكذا. عشرة. سنرى هذه هنا 22. ها هي هنا. واضح. بالنسبة للمقاومات الكبيرة التوالي لن تقاس معنا بالملتيمتر. إذا سنقوم بتجربة الأدابتر